يعطيك الخير والخير. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب جوطية سوق الحد. جولة بداخل جوطية سوق الحد، شوفوا معي العديد من الأشياء النادرة والجميلة اللي كتباع بداخل هذه الجوطية. مشاهدينا الكرام، الصورة أمامكم مشاهدي قناة شعب قناة شعب تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب جوطية سوق الحد، جولة داخل هذه الجوطية. شوفوا معي العديد من الأشياء الجميلة والنادرة اللي كتباع داخل هذا الجوطية. مستمعينا على أثير إذاعة كبر اليوم طنجة، إلى أن نصل وإياكم لنهاية هذا العرض الإخباري الدولي في أمان الله. كوكي غنقربوا من الأطفال وغنتعرفوا عليهم. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، نتواجد بقلب جوطية سوق الحد، جولة بداخل هذا الجوطية. شوفوا معنا العديد من الأشياء النادرة والجميلة اللي كتباع بداخل هذا الجوطية مشاهدي قناة شعب قناة شعب. إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، جولة داخل جوطية بن سليمان. شوفوا معايا العديد من الأشياء النادرة والجميلة اللي كتباع داخل هذه الجوطية مشاهدينا الكرام. الصورة أمامكم إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم جولة بقلب جوطية سوق الحد بن سليمان. شوفوا معايا العديد من الأشياء النادرة والجميلة اللي كتباع داخل جوطية سوق الحد من ملابس، أواني، أحذية، العديد من الأشياء مشاهدينا الكرام. Thank you.
إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوب تيفا، نبقى لي إلى مودعكم، دمتم في رعاية الله. كنا معكم في نقل مباشر من قلب جوطية سوق الأحد. شفتوا معايا العديد من الأشياء النادرة والجميلة اللي كتباع داخل هذا الجوطية. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، ونلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله. نهاركم مبروك، نهاية أسبوع موفقة للجميع.